السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. في الفيديو هذا جماعة الخير جايبين لكم اشياء حلوة من علي اكسبرس. هالمرة هذه اشياء انا عندي غرفة جيمر بضبطها وبوريكم اشياء راح تعجبكم ان شاء الله. فما بيطول عليكم مقطع هو قصير واخليكم على الفيديو. طيب جماعة الخير، هذا نبدأ. عندنا اول شيء عندنا هنا، هاي عجبكم والله، هذا شيء بيعجبكم، هذا زيادة ما نحتاجه. طيب هذا اوف نتعرفط شوي لاني نشحن حقهم التعبان، ما علينا. طيب نفك هذا، ايوه مشكلة، ما بيسوي اي شيء خطأ عشان ما ينحس علي. هذا نفكه من هنا نشوف شكله، لكن للأسف شكله محيوس مرة بسبب الشحن. حرام صراحة. هذا راح يكون ولا معطين زيادة. وش هذا مكتوب؟ ضربت ستاند، معليش. مكتوب هنا هلو، هذا كيف مكتوبه كذا. طيب شو اللي عندنا هنا؟ الشيء الثاني للأسف محيوس شوي، لكن حظبطه إن شاء الله، اللي يكون على شكل قلب في يدات زي البلايستيشن أو زي كذا، بوستر طبعا، لكن نشوف شكل للأسف محيوس هنا شوي وشوي، بحاول أضبطه وركبه ووريكم بعدين. طيب نرجع نشوف الشيء الثاني. يلا الشيء الثاني، طيب نفك الشيء الثاني. هذا يبيله قص كل قص. أدري ستاند بدي يهز مع الطاولة، حاول أطلع الأشياء هذه. طلع حلو، تبون إيش هذه؟ هون راح تفاجئون بإذن الله، شيء صراحة روعة روعة جدا جدا جدا. بس هذا يبيله شوي يجي مفك. طيب جات الخير، رجعنا لكم. وهذا بعد ما فكينا، شوف يا حبيبي الحلاوة، هذه وصلتني حلوة صراحة، لكن ما ادري ليش مغطين الشعر كرتون، اتوقع عشان الحقوق ما يطيحون فيهم يقتلونهم. استنى التركيز سريع، شوف عليكم كيف شكله صار. والله رهيب شكله يا جماعة، صح انه غالي شوي لكن والله يستاهل. ترى شكله في الواقع احسن مكان راح تشوفون ثواني، بس خرجت من فيه. شكله في الحياه الواقعيه جدا حلو. يا ساتر والله مكيس مع كل مكان يا رجل، كانه من ذهب، حركات الصينيين. هذا هو شكل البوستر يا جماعه. بس نشيل هذا عشان شكله، والله شكله رهيب، شكله رهيب. يعني انا افكر كل بسم الله، ثواني بس نعدل. يعني فكر الجدار مثلا هذا تكون هي عليه كذا، شايفين؟ تطلع حلوه، ولا اخليه عند السيت اب هناك. لكن ترى كبيره مره، يعني هذه الطاوله عندي انا، شوف كبرها حجمها، هذه كبيره ترى هذه، طلعت بلاوينه. طيب هذه هي، راح احط لكم روابط طبعا، اي صوره هذه راح اعلقها ان شاء الله غرفة، اوريكم كيف شكل بعد ما اعلقها، ونروح للي بعده. طيب يا جماعه الخير، باقي الشيء الاخير بس، والحين اوريكم اياه. طبعا هذا البوستر من افضل لعبه عندي، فاتوقع ايش؟ يا حبيبي يا حبيبي، باتل فيلد 5. هذه عباره عن 1 2 3 4 5، خمس لوح على شكل واحد. انا اخذت الحجم هذا لانه احسه مناسب للغرفه عندي، ما بي كبير بزياده. طبعا تقدر تطلب احجام من نفس البائع، في كبير في وسط في صغير، انا اخذت تقريبا هذا الحجم الوسط. حجمها جدا جدا ترى ممتاز بالواقع، يعني تقريبا طول الطاوله كامله، يعني حلوه جدا، راح تكون حلوه على جدار. هذا راح اخليه ان شاء الله، عندي انا جدار رصاص وجدار احمر، راح اخليها على جدار الرصاصي هذه، واللي قبل شفتوه قبل شوي راح تكون على الجدار الاحمر. فجوه الخير، قبل ما انهي الفيديو راح اوريكم اشكالها بعد التركيب. طبعا راح تاخذ مني وقت لانها صعبه شوي، غالي اضبطها يمين ويسار، لكنها تستاهل.
راح أوريكم شكلها وأنتم أحكموا. طيب يا جماعة الخير، هذه هي الاستيكرات، هذا استيكر باتل فيلد أو بوستر باتل فيلد، هذا كرة أرضية حقتنا اللي سويناها في الفيديوهات اللي راحت، وهذا عندنا فورتنايت، هذا حق فورتنايت حلقناها هنا، وهذا مكتوب عليها بلاير هذا الاستيكر، لكن للأسف شوفون تطاع شوي من الشحن، وهنا الفيل العصفور اللي يقولك هلو. طيب أنا ما راح أوريكم جماعة الخير السيتاب عندي، لأنه جالس أسوي عليه بعض التعديلات وبعض التحسينات، وإن شاء الله يعجبكم بإذن الله. فبس أعتقد هذا اللي عندنا اليوم. شوفوا يا أخي والله رهيبة ما شاء الله، والله طالع شكلها، ترى شكلها بالواقع شوفك شكلها كيف صاير. هذا شكل الغرفة طبعا تحت السيتاب موجود، لكن جالس اشتغل عليه طبعا، ما شاء الله طلع شكله اسطوري جدا. وانتم اعطوني رايكم هل هو كويس ولا سيء. وقبل يا جماعه الخير ما ننهي الحلقه، كل هذول الاستيكرات سواء هذا او هذا او هذا، هذا حطينا رابطه في الحلقات اللي راحت، عندك هذا وهذا وهذا، موجود الرابط حقهم تحت في الوصف تحصلونه كامل. فبس يا جماعة الخير، هذا معكم كان معكم باسم من قناة سوكا، أتمنى أنه أعجبكم الفيديو واستفدتوا منه، وترى يا جماعة الخير هل هي تستاهل؟ أنا ما راح أقول شيء، أنت شفها بنفسك هل هي تستاهل ولا لا، هل هي تستاهل ولا لا. فبس يا جماعة الخير إلى هنا، ما بيطول الفيديو هو قصير، فاستودعكم الله، السلام عليكم.